طبعا 8 لما نشيل 8 لما اشيل منها 8 9. لما نشيل 9 مش هينفع، عشان يعني 8 اصغر من 9. بالظبط، عشان التمانية أصغر من التسعة، فأنا هستلف من السبعة واللي هي سبعة سلفيني واحد، فأنت هتكوني ست، ولما أدي واحد للتمانية فتكون بقت 18. يلا يا علياء، 18 ناقص 9 18 ناقص 9 يساوي 9. تمام، وستة ناقص 4 2. وبعدين بعد كل 3 أرقام متفقين بنحط فاصل. يلا، صفر تشيلي منه 5، ينفع الكلام ده؟ لا مش هينفع، عشان الصفر أصغر من 5. بالظبط، عشان الصفر أصغر من 5، يبقى نروح نستلف من الاتنين واحد، فهتكوني واحد، ولما آخد واحد وأحطه على الصفر فهيكون 10. 10 لما أشيل منهم 5، 5. 5. طيب واحد لما أشيل منه 0، هيبقى 1، يعني مش واحد هيتغير منه حاجة. 1. تمام، 4 لما اشيل منها 1، 3. 3. هنعمل فاصلة بعد كل 3 ارقام. 5 اشيل منها 3، تمام. بس 5 اشيل منها 3، و4 اشيل منها 8. 4 أشيل منها 8. اه 8 قصدي يبقى 4. لا، ما ينفعش، لان الاربعة اصغر من التمانية، صح. يبقى هروح استلف هنستلف منها من ايه؟ 9. تبقى كام التسعة دي؟ من 9 1. تمام، فتبقى 8، والاربعة تبقى كام؟ واحد هتبقى 9 8، وهيبقى الـ4 14. 14. 14 شيلي منهم 8، أشيل منها إيه؟ 8. 14 أشيل منها 8. اه، ثواني كده. 6. 6. طب و8 اشيل منهم 2، 8 نشيل منهم 2 يساوي 6 برضه. برضو 6. و3 لما اشيل منها 1، التلاتة لما أشيل منها 1 يبقى 2. يلا اقرأي الناتج. أقرأ الناتج. اه، 2 مليار ثواني، 2 مليار تمام، 662 ألف، تمام، 600، لا ثواني، صح؟ 662 مليون. بالظبط، مش 1000 زي ما قلتي. يلا كملي. 315 ألف، ايوه، 200، 2، 200، 297. ممتازة يا علي. أحمد، نعم يا نعم. عايز تحل معايا؟ انت رافع ايدك. ايوه طيب، بص يا احمد، احنا دلوقتي ايوه خلاص ماشي يا احمد، هتحل معايا دلوقتي. احنا دلوقتي اتكلمنا على الجمع، واتكلمنا على الطرح، والحاجات دي بالنسبه لنا كانت سهله. طيب في الضرب اللي احنا هناخده دلوقتي ده بالنسبه لنا جديد شويه، يعني ممكن يكون ما سمعناش عنه قبل كده، ضرب رقمين في 3 ارقام. طيب تعالى نشوف مساله وبعدها حل معايا على طول يا احمد. ماشي ماشي ماشي. أنا دلوقتي بقول إن أنا معايا عدد هو 2873، عايزة أضربه في 52، يا مس المفروض هعمل إيه؟ المفروض بمسك الاتنين دي وأضربها مرة في التلاتة، ومرة في السبعة، ومرة في التمانية، ومرة في الاتنين. طب نمشي واحدة واحدة يا مس. 2 في 3 ب6، 2 في 7 ب14، ب14، فبقول انا معايا 14.
استنى يا احمد، مش عايزاك تجاوب دلوقتي لان انا بفهمكم. اللي فاتح المايك يقفله بعد اذنكم عشان في دوشة. ركزوا معايا المسألة دي وبعد كده كله هيحل معايا. انا دلوقتي بقول معايا 2873 عايزة اضربها في 52، بعمل ايه يا مس؟ بمسك الاتنين اضربها مرة في التلاتة ومرة في السبعة ومرة في التمانية ومرة في الاتنين. فاتنين في تلاتة بستة، اتنين في سبعة باربعتاشر، فبقول اربعة. تمام، اربعة ومعانا واحد على جنب ما ننساهوش. يلا، اتنين في تمانية بستاشر، الاثنين في تمانية 16، واحنا معانا اصلا واحد يبقى 17، يبقى سبعة ومعانا برضو واحد. اتنين في اتنين باربعة ومعانا واحد يبقى أربعة، خمسة. تمام يا مس، انت كده مسكتي الاتنين. يبقى خمسة. انت كده مسكتي يا مس الاتنين وضربتيها في التلاتة وضربتيها في السبعة وضربتيها في التمانية. دلوقتي هنعمل بقى يا مس، هنمسك برضو الخمسة نضربها في التلاتة وفي السبعة والتمانية والاتنين. بس يا مس قبل ما تضربيها، الخمسة دي موجودة في العشرات، يعني انت لازم تحطي صفر، لازم تحطي صفر كده. يبقى اول ما نيجي نضرب الخمسة او الرقم التاني بنحط الاول زائد وبعدين صفر. ليه يا مس بنحط زائد وصفر؟ لان الخمسة دي موجودة في العشرات، فانا هحط مكان الاحاد صفر، هحط مكان الاتنين اللي موجودة في الاحاد صفر، ومنساش طبعا الزائد. طب يلا، خمسة في تلاتة بخمستاشر، يبقى خمسة خمسة في ثلاثة ومعانا، بخمستاشر. تمام، خمسة ومعانا الواحد، خمسة في سبعة بخمسة وتلاتين، ومعانا اصلا واحد يبقى ستة خمسة وتلاتين، ستة ومعانا التلاتة، خمسة في تمانية بأربعين. 40، واحنا معانا 3 يبقى 43، يبقى 3 ومعانا مش الأربعة. أنا مش عندي سؤال، اتفضل. هو احنا يا مس ليه خلينا الاتنين صفر؟ علشان احنا دلوقتي عايزين نمسك الخمسة، فأنا لازم أحفظ قيمة الاتنين. بمعنى أصح، هي الاتنين دي مش موجودة في الأحد، صح؟ موجودة في الأحد. واحنا خلاص ضربناها في التلاتة وفي السبعة وفي التمانية والاتنين، خلاص دورها خلص بقى، دورها خلص. فانا بحطها بصفر لان ما ينفعش احطها باتنين تاني، لان انا كده كأني بضربها تاني، وانا المفروض اضربها في الاعداد مرة واحدة بس. فبحطها دلوقتي بصفر وبمسك الخمسة هي اللي اشتغل فيها. تمام. تمام يا علياء، يلا بقى نكمل. احنا كنا بنقول خمسة في تمانية باربعين، ولا وقفنا لحد فين؟ لا، احنا قلنا خمسة في سبعة بخمسة وتلاتين، خمسة وتلاتين، وكان معانا مين اللي بيتكلم؟ أحمد. ماشي يا أحمد، يلا من الأول. خمسة في تلاتة قلنا بخمستاشر، خمسة ومعانا الواحد، تمام. خمسة في سبعة، أيوة، بكام؟ خمسة وتلاتين خمسة في سبعة، ومعانا خمسة الواحد، وتلاتين ومعانا الواحد يبقى خلاها ستة، ستة وتلاتين. يبقى ستة ومعاك التلاتة. خمسة في تمانية باربعين، بأربعين وتلاتة معانا معانا يبقى واحد، 43. يبقى نحط، يعني نكتب التلاتة ومعانا الأربعة. خمسة في اتنين بعشرة، عشرة واحنا معانا أربعة يبقى 14. كده المفروض ان احنا خلصنا المسألة. قال لي لا، انت كده ضربتي الاتنين في كل الأعداد اللي فوق، وضربنا الخمسة برضو في كل الأعداد. المفروض بقى نجمع النتيجين اللي طلعوا دول مع بعض. فتعالى نجمع، يلا يا أحمد. ستة وصفر ستة، ستة وصفر هي الصفر، لا هي الستة. هي ستة. تمام، يبقى ستة وصفر ستة. ثانية نجيب القلم. طيب، واربعة، بص بقى، واربعة، نعم مش هحلتها في الدفتر. ماشي، ما انا كده كده اصلا هحل معاكم دلوقتي، يعني انا هحل دي وبعد كده هخلي كل واحد يحل معايا عشان اطمن ان انتوا فهمتوها. بس ممتاز يا فهد. أربعة وخمسة تسعة. لسه يا يحيى مش فهد. انت فهد؟ لا يحيى، يحيى، انا كل ده مفكرة فهد. ماشي يا يحيى، ممتاز. سبعة وستة 13، تلاتة ومعانا الواحد، واحد على الخمسة واحد. ستة، ستة وتلاتة تسعة. طيب، والأربعة والواحد دول مش هجمع معاهم حاجة، فينزلوا زي ما هو. بس العدد كده شكله مش لطيف، احنا لازم بعد كل 3 أرقام نحط فصل. دي الفكرة بتاعتها. أنا بقى دلوقتي هديكم مسائل وعايزة حد يحل معايا، فهناخد أحمد أول واحد عشان أنا كنت واعداه إن هو يحل معايا. يلا يا أحمد.
ماشي يا مس. يلا يا احمد، اول حاجه هعملها ايه؟ همسك التلاته دي اضربها فين يا احمد؟ التلاتة دي هنضربها في اتنين، التلاتة في اتنين، التلاتة في اتنين بستة. تمام، ممتاز. وامسك برضو التلاته اضربها فين تاني؟ التلاتة في تمانية اتنين، ب24، يبقى اربعه، وانا معايا الايه؟ الواحد، 24، يبقى معايا الاتنين. اتنين. تمام، يلا نمسك أيوة، التلاتة دلوقتي نضربها في ايه بقى؟ التلاتة في أربعة بكام؟ ب12، ومعاك اتنين؟ ومعايا اتنين، 16، لا، 16، 14. 3 × 4 ب12، ومعانا اتنين أربعتاشر. يبقى 14، اهو يبقى اربعة، ماشي، ومعانا الايه؟ واحد، الواحد. نمسك دلوقتي التلاتة نضربها في مين؟ نضربها في التلاتة، الاتنين، 3 × 2 التلاتة في اتنين بستة، 6، واحنا معانا واحد 7. 7. وما ننساش بعد كل 3 أرقام بنحط الفصل. طيب يا ميس، احنا كده خلصنا من التلاتة، هضرب دلوقتي الأربعة. بس ينفع أضربها الأول ولا لازم بعمل حاجة؟ لازم نعمل حاجة، بنحط مين؟ زائد وإيه؟ وصفر. صفر. اوعى تنسى الصفر، الصفر لو ما حطيتهوش مسألتك كلها غلط. طب يلا يا احمد، الاربعة بقى دورها، هضربها دلوقتي في الايه؟ الاثنين، 4 × 2، الأربعة في اتنين بتمانية، الأربعة في تمانية ها 4 × 8، بتلاتين، لا ب32، 32، يبقى 2، ومعانا الواحد، التلاتة، 32، يبقى تلاتة، معايا 3 يا أحمد، ركز. طيب همسك الأربعة دلوقتي أضربها في الأربعة، 4 × 4، 16، هيكون معانا واحد، استنى، الأربعة، 16، وإحنا الأربعة معانا 3. ما تنساش تجمع التلاتة، مش إحنا دلوقتي بنقول 16 ومعانا 3، يبقى 19، مش يبقى 9، 19، ومعانا الإيه؟ الواحد، الواحد. طيب دلوقتي همسك الأربعة بقى أضربها في إيه تاني؟ في الاثنين، 4 × 2، الاثنين في أربعة وثمانية، وواحد، 9، 9. تمام، يلا بقى نجمع، نجمع الناتجين اللي طلعوا، 6 و0، 6 و0، هي الستة، هي 6، و4 و8، ماشي، 12. بسرعة، 8 في دماغك و4 على ايدك، يوم ما تعرفش تعملها خالص نعمل الطريقة دي. بعد 8، 9، 10، 11، 12. طب 2 ومعانا الايه؟ الاثنين ومعانا الأربعة، معانا الواحد. 12، 12، يبقى انا معايا واحد. 1 و4 5، واحد 5 و2، وأربعة، خمسة، تمام، 5 و2، خمسة، 5 و2، ستة، 7. طيب سبعة، 7 و9 كام؟ 7 و9، 10، حط 9 في دماغك وطلع 7 على ايدك وعد بعد 9. ستاشر، يبقى 6 ومعانا الواحد. 1 على 9 الواحد، يبقى كام على طول؟ 1 و9، 1 على 9، 10، 10. ولازم بعد كل 3 أرقام بحط فصل. يلا اقرأ الناتج يا أحمد. يلا يا أحمد، 1000 و
لا مش ألف، ألف ون. قسمه لأطباق. أدي الطبق الأول أهو، وأدي الطبق التاني. فين بقى الألف؟ 106. 106، 106 ايه مية بقى؟ وستة، 106,000 تمام. وسبعمية، 106,776، 26. 26. تمام، ممتاز يا أحمد. دي كده طريقة ضرب رقمين في 4 أرقام بقى، أو في 3 أرقام، المهم إن هما رقمين. بعمل إيه؟ أهم حاجة لازم لما أجي أضرب الرقم التاني بحط زائد وصفر، زائد وصفر. تمام؟ طيب كده دي الطريقة دي مفهومة؟ طيب احنا الزوم هيفصل، فاحنا هنخرج وندخل تاني. تمام؟